مرحبا أصدقائي، اليوم بسوي معاكم عدس أو إدام العدس، بحيث أنكم تأكلوا فطور أو عشاء أو غدا حسب ما أنتم تفضلوا. بالنسبة لنا نحن نحب نأكله في الفطور أو في العشاء. أنا بحتاج إلى بصل مفروم فرم ناعم، وثوم، وفلفل أخضر، وطماط حبوب. وهنا نقعت العدس الأصفر في موية حارة لمدة ساعة، وبعد كذا أشيل الموية منها. والآن بنبدأ بتحضيرها. هنا أضفت الزيت، الآن أخذ البصل وأضيفه على الزيت. طبعا التصوير صورت بالموبايل عشان أفضل إني أنزل فيديوهات أكثر على القناة، بسبب إنها كانت حملة فترة طويلة، فبضطر إني قدر المستطاع إني أنزل فيديوهات. منها بتكون تصوير احترافي، ومنها بتكون مثل كذا، يعني بصور بالموبايل على السريع. نستمر بتحمير البصل لين يبدأ يصفر شوية. بعد ما تغير لون البصل نضيف الثوم. هل انتم من محبين العدس ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليق تحت. انا عن نفسي صراحة احب العدس الاسود، احب العدس الاصفر، احب يعني تقريبا كل انواع الحبوب احبها. الآن كذا ناخذ الطماط والفلفل الأخضر ونضيفه. نشوحهم مرة ثانية، نسيبهم على نار هادئة لين يتسبكوا. نقص النار ونغطيه ونخليه يتسبك. على بال ما هو يتسبك بنضيف نص ملعقة صغيرة ملح أو حسب الذوق، وبنضيف كمان ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كمون. أنا صراحة أحب أحط الكمون في أكلي كله، يعني يعتبر من البهارات الأساسية عندي في البيت. بعد ما خليناه يتسبك، بسم الله، الآن نضيف ملعقة طعام، يعني ما تكثروا، من معجون طماطم تقريبا ملعقة طعام، ونشوحها. الآن نجيب العدس. هنا معانا العدس بعد ما نقعناه وصفيناه من الموية، هذا صار الآن نضيفه على الكشنة. بسم الله. نجلس كذا نقلبه حق دقيقتين تقريبا، بعد كذا نضيف الموية. الآن بعد ما شوحناها نضيف موية. أنا هنا أضفت موية فايرة، وهو طبعا حسب الرغبة، بس أنا فضلت إني أسوي موية فايرة، تقريبا مقدار كاس أو كاس ونص، تقريبا كاس ونص. تقريبا كاس ونص. الآن خلاص نروح نحركه كذا ونخليه على نار هادئة جدا لمدة 10 دقائق، ونجي نتفاقده إلين ينضج العدس. بعدين إذا شفناه يحتاج إن احنا نضيف موية نضيف موية. بعد مرور 10 دقائق صار معنا بهذا الشكل، شوفوا إنه واضح إنه يبغى له لسه شوية موية. ضيفت موية تقريبا نص كاسة ماء، وأسيبها 5 دقائق. هنا بعد ما أضفت الماء تقريبا أضفت كاسة ثانية، يعني الوصفة تحتاج
إلى بعد ما أضفت كاسة الماء الأخيرة، وأسيبها 5 دقائق إلين ينضج العدس تماما. يعني سيبوه ينضج على مهله. هنا بعد مرور 10 دقائق نتأكد إن العدس نضج. طبعا انتوا كل ما نقعتوا العدس فترة اطول كل ما نضج اسرع، فيعتمد على كم مدة انتوا نقعتوا. يعني الان اني هذا نقعته تقريبا ساعة موية حارة، تقريبا استغرق مني عشان ينضج مع الكشنة قريب 25 دقيقة على نار هادئة، واحتجت فيها الى 2.5 كاسات موية. الان اجيب الهاند بلندر واخلطها، مش 100%، يعني ما اطحنها 100%، اخليها نص بنص، يعني فقط شوية كذا بطحنها عشان يعطيها قوام ثقيل شوية. هنا جبت الهاند بلندر، بسم الله. هنا بعد ما خلطنا بالهاند بلندر، شايفين كيف صار قوامه؟ يصير قوامه كأنه مقروش، يعني ما خلينا ناعم زي الشوربة، لا خلينا نص بنص. خلاص كده يكون جاهز، نشيله من على النار ونقدمه. وكده يكون طبق العدس جاهز معانا، ممكن تاكلوه بالعشاء او بالفطور او مثل ما انتم تحبوا. وبالعافية عليكم، لا تنسوا تدعموني بالاشتراك وضغط اعجاب على الفيديو، واشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.